الفيلم الدفتري في السودان هي دايما احنا ما بنقدر نقول انه فيلم في فيلم دفتري حصل لها استنابيليتي لانه هي دايما كانت تجارب فرديه لانه عمره ما كان في سيستم بتاع صناعه افلام لغايه نص الثمانينات خلاص يعني بقت التجارب بدات تضعف لانه وقتها كانت تكلفه الافلام تكلفه عاليه والمنتجين صعب يغامروا في افلام سودانيه وهي افلام غير تجاريه وقتها كان في الحركه بتاعت الموفمنت الجديده بتاعت السينما في العالم كله اللي هي الواقعيه السحريه وغيره وغيره فدايما هم كانوا متاثرين بالجزئيه دي من السينما لانهم كمان وقتها الجيل ده من السينمائيين هم درسوا في فرنسا وروسيا والمانيا ايفن جزء منهم درس في مصر فهم كانوا متاثرين بالجو العام في اللي بيحصل في السينما يعني اخر فيلم سوداني ده عمل فيلم طويل اتعمل سنة 97 اسمه بركة الشيخ إخراج عمنا نجاد الله جبارة ربنا يرحمه والفيلم ده هو عمل نجاح كبير جدا في التلفزيون من بركة الشيخ لغاية ستموت في العشرين ما حصل ولا إنتاج بتاع سينما يعني هنا بنتكلم في 20 سنة تقريبا ما حصل أي إنتاج بتاع سينما في دول عاجل تقول كلام زي ده يا ناس الكلام ده ما وقته ده كلام أهل الباطل كلام أهل الباطل الموضوع اكيد لان الواحد ابتدي فيلم سينما في السودان ما كانتش حاجه سهله جدا ابدا يعني والموضوع كان متعب وخصوصا انه لما تكون في بلد ما فيهاش اندستري وتحاول تعملي الاندستري من سكراتش هو ده اللي عملناه بالظبط كانك بتبني اساس على قد الحاجه اللي عاوز تعمليها عشان تعلي عليها البنيان بتاعك فالموضوع ما كانش سهل ابدا طبعا بس كان ممتع بصعوبته يعني ودخلت الثوره واحنا بنصور وحاجات كتير كده حصلت في النص وانا وامجد اصحاب من زمان يعني فامجد كان شغال على مشروع تاني غير ستموت في العشرين كان جاي من دبي يحضر العزاء بتاع جدته فهو طالع على المطار اخذ كتاب من عنده يقرا في الطياره وهو جاي فقرا روايه قرا القصه القصيره اللي هي النوم عند قدمي الجبل فوصل الخرطوم وراح العزاء فانا كلمته اطمن امجد الدوام لله البقيه في حياتك وكده قام قال لي حياتك الباقيه لكن ده ما الموضوع المهم الموضوع المهم ان انا عرفته في المية الطويل الاول هو نازل من الطياره وامجد رجع دبي وبدا يشتغل على السكريبت مع يوسف ابراهيم وتطور والجيرني بتاعه ابتدى تقريبا الكلام ده من 2015 يعني قبل الفيلم ما يطلع بخمس سنين اربع سنين تقريبا فكره انه الواحد يعمل تجربه صعبه في السودان اعتقد هو ده اللي كنت عاوز اعمله اكتر وعامله زي فكره لما تزرعي شجره في ارض بور كله هيبص عليها هتبان من اي مكان تطلعي فيه وتبص على الارض دي وهتلاقي الشجره في النص عكس لما تيجي على غابه وتزرعي شجره فاعتقد احنا زرعنا الشجره في ارض بور عارف الهناك ديك شنو لا حله الكمبو فيها سيد غنايه اسمها سيد النساء نفس صوتي ابقى زيها لكن هناك الناس بيعملوا الحاجات بالطعنه بيعملوا الحاجات عيب عيب كيف يعني النسوان بيبوسوا الرجال وفي اجنو بدايتي كانت في السودان سودان فيلم فاكتوري اللي هو مكان بنصنع فيه السينما كفولنتير مع المهرجان بعد كده امجد شافني وتكلمنا كثير عن صناعه الفيلم صراحه ما كنت مفكره اكون ممثله خالص بعديها جت بالصدفه الاوديشن اتعمل بالصدفه كنت بحكي عن ان انا عاوز اغير اسمي من اسراء لبنى وكنت بحكي بحماس قوي انه في السودان ما فيش طريقه بتاعت ان انا اغير اسمي يعني ما فيش طريقه خالص فامجد قال لي وانت اسمك ايه اسمك كده القصه اللي حصلت كلها قال لي شغاله ايه قلت له لا ما يعني انا موديل وفي المهرجان هنا فعملت اوديشن غريب جدا في نفس ذات اللحظه اللي هو شافني فيها واتكلمنا فيها دخلنا الاوضه بتاعت الاوديشن المكتب عملنا اوديشن سريع جدا في ذات اللحظه اختارني فيعني دي كانت البدايه ما كانش عندي اي خلفيه عن التمثيل ولا مره اصلا وقفت قدام كاميرا ما
انا اصلا بمثل من قبل ما انا اعرف يعني ايه تمثيل اصلا، اللي هو ايه من وانا صغير كده بقعد فاهم انه ده كدب، اللي انا اعرف انه ده كدب، ان انا في المدرسه بعمل حاجات اللي هي ايه عايز اروح البيت بس مش عايز اقول للاستاذ ان انا هروح، فاقعد امثل ان انا عيان فيقول لي روح اقول له لا انا كويس فبس بعد كده من وانا في الهاي سكول ابتديت اعمل مقاطع قصيره كده وبعدين دخلت في العالم بقى. اتعلمت او اتمرنت بسبب الاستاذه سلوى محمد علي والاستاذ محمود حميده اللي هم كانوا موجودين في السودان ودونا زي ورشه بسيطه جدا بتاع تمثيل. وامجد صراحه تعب جدا من بدايه التحضيرات اكثر من 6 شهور او سنه كامله. امجد هم كان انه احنا المبتدئين انا ومصطفى نكون على اللاين اللي هو عاوزه، نمشي بتعليماته، انه احنا نكون طبيعيين وتلقائيين اكثر من اي حاجه في الفيلم. استاذة سلوى كانت عندها نظريه بسيطه جدا، عيش الفيلم وخلي روحك خفيفه، حركه يدك خفيفه، جسمك يفك خالص. فدي اكثر حاجه متذكره، انه ما تخافي، ما تتوتري، خليك على طبيعتك. صاحبي قال لي انه في كاستنج، في تجارب اداء بتتعمل لفيلم كبير، فايه رايك تروح؟ قلت له لا سيبني انا بقى في حاجات اللي بعملها دي، وانت انا ممكن امشي معاك يعني بس. فبعد كده رحت معاه فقال لي لا لازم تدخل وما اعرف، وانا شايف انك انت كويس وممكن ياخدوك وكده. فدخلت والحمد لله. تعرف انا لو منك باري النيل ده بس يمشي من هنا لمصر، البحر المتوسط، اوروبا، سافر. انت جاي لحلتكم دي الدنيا كلها؟ اصلا في السودان ما فيش اللي هي الاكتنج اكاديميز والحاجات دي والورش والحاجات دي، ما فيش في السودان حاجات زي دي كتير، فما كانش في حاجه يعني. اعتقد انا بديت في طول عمري يعني كده كنت بلف على حاجات مختلفة وفضلت معايا كلها. فكنت بعمل فاشن ديزاين وانا صغير، كنت بصمم فساتين لاخواتي، كنت بصمم لبسي، ده كله داب في الاخر بشكل او باخر في السينما. كنت بعزف مزيكا، ده كله داب برضه في شغلي وانا بشتغل مع مين بحافة في باريس على الفيلم او بتاع. عمري ما حبيت اصور بنفسي يعني، عمري ما كان عندي ده بس لاني بحب السينما بتاع تاركوفسكي وكشلوفسكي وثيو انجلو بوليس، فدايما فكره الصوره الحلوه كانت دايما بتعنيني. فاعتقد انا لفيت على حاجات كتير، كنت بكتب طبعا اكيد، الحاجه الرئيسيه بالنسبه لي قصص قصيره وروايات وكده وانا صغير طبعا، عمرها ما طلعت يعني. بس اعتقد ده كله داب برضو في شكل بسموه الفن السابع اللي شامل كل الفنون، فاعتقد السينما جواها كل حاجه. من الانسبيريشن بالظبط انا دايما بقول انه كان شاهين، كان يوسف شاهين، يوسف شاهين اكتر، حتى مش هدعي واقول كان شادي عبد السلام وثيو انجلو بوليس، انا كنت صغير على ما اعرفهم، انا بتكلم وانا عمري 10 11 سنه. لفت نظري جدا ازاي مخرج زي شاهين كل الناس عارفاه ويقولوا مش فاهمين افلامه بس هم عارفين اسمه كويس جدا، فاستفزني جدا وازاي بيستفز الناس من غير ما يقصد. فحسيت ان انا عاوز اكون الشخص ده اللي بيصنع العالم الغريب ده. فانا بحب جو جدا من غير ما اقابله. دايما كان بيكون عندي احساس ان الفيلم ده مش هيكمل، يعني دايما في عواقب، دايما في مشاكل بتحصل، مشاكل انتاجيه. انه احنا ممثلين كسودانيين موجودين في السودان ودارين نصنعوا فيلم، الموضوع صعب جدا، ما كنا قادرين نتصرف، ما كنا قادرين نعمل اي خطوه اجرائيه في ارض الواقع. الموضوع كان صعب جدا علي كممثله، انه انا ما عارفه امثل كيف، ما عارفه التمثيل هو شنو. بعديها فضلت اصارع فكره انه انا هعمل دور خطير جدا وفي مشاهد بالنسبه للسودانيين صادمه جدا وبالنسبه للوطن العربي يعني مشكله نوعا ما، بس كان لازم نطلع من الصندوق اللي احنا محطوطين جواه، البنت السودانية بين قوسين يعني. فعملت الدور وقلبي ايوه شوية عشان انا عاوز اخرج من الاطار المحطوطين فيه البنات السودانيات، فده كان اكبر تحدي بالنسبة لي. مش قادرين يعني ولا نفرح بنجاحنا اصلا، فخرجنا من السودان. نحن جينا من بلد السودان لانه هو
اسيستي ما فاميليير بالفيلم اندستري، فانت ما بتعرفيش تبتدي من فين وتنتهي من فين. يعني مثلا فور اكزامبل في مصر عارفه انه هتكلمي مكتب معدات، هتجيبي اكويبمنت، هتروحي استوديو تاجري، اوريدي في فرق بتاعه انتاج، عارفه انه هتمشي رغابه، هتاخدي تصاريح تصوير من فين. يعني كل السيستم موجود، نحن ما فيش سيستم. نحن عاوزين نأجر لوكيشن بتاع التصوير، اوريدي ما في ريفرنس انه لوكيشن التصوير بيتأجر بكم، عاوزين نعمل تصريح، طبعا هناخد التصريح من فين؟ يعني مين العارف انه في سيستم مش موجود الحكايه. نحن ساهمنا انه يحصل كرييت للسيستم. يعني بنمشي لوزير الثقافه بقول خلاص اوكي المره نحن هنعمل كده كده كده، ويبقى هو ده الفيكس. انه مثلا فور اكزامبل عملوا يونت بتاعه سينما فيها شباك موحد، اي حد عنده اي حاجه عاوز يعملها الشباك ده هو بيعمل له كل الاجراءات. نحن عاوزين ندخل الاكويبمنت، نحن شحننا 6 طن اكويبمنت من برا السودان، كل معدات التصوير. فبرضه الاكويبمنت لما وصلت المطار بيجوا هم مستغربين عملوا ازاي مع الاكويبمنت. فاوريدي خلاص بيجي في سيستم انه الاكويبمنت دي تدخل بالسيستم الفلاني غيره. يعني اوريدي خلاص عملنا بيز تاني كل الناس اللي عاوزه تيجي تشتغل، فهي اوريدي في طريق مفتوح بالنسبه لها ممكن تشتغل فيه. كان في دعم من اصدقائي، الدعم اللي توجه من اصدقائي كان هو كفيل جدا ان انا اقف، انا عاوز اعمل ده. مين اللي هيبدا؟ لحد امتى هنكون مش عارفين نعمل ولا فيلم ولا نتصور ولا نتكلم؟ احنا في السودان في عدم حريات للمرأة بصورة مخيفة جدا. فكونك تكون اول زول بتعمل حاجة معينة، فيلم، اغنية، فيديو كليب، اي حاجة انت اللي بتكون في البداية، بتواجهك صعوبات، انتقاد، بيواجهك سخط من الشارع العام، من الاهل، من الجيران، من كل اي زول حوالينك، بتكون انت ما فاهم حيحصل شو. انا دايما بقول للفيلم ميكر السودانيين اللي عاوزين يشتغلوا، بقول لهم انتم محظوظين لانه السودان انسين، ستيل هو انسين، والحكايات فيه لسه ما اتحكتش. حكايات متوفرة وموجودة بكثرة، وحكايات الناس متشوقة تشوفها، مش حكايات جديدة وفيجوالي جديدة، والوشوش جديدة، الفيتشر جديدة، اللغة جديدة، العادات جديدة. يعني أي حاجة، أي فيلم يطلع من السودان هو حيكون بالنسبة للناس فيلم جديد لسه. أمشي أعمل الشاي، سكر خفيف للست عشان السكري. كان عصر الحديث. نفسك انا ابو الدكتور. بتتكلمي على بلد زي دي غنيه بثقافه، من الثقافه الفرعونيه النوبيه لثقافات الافريقيه، لكل ده داخل في بلد واحده، كالتشر مختلط غريب جدا بين العربي وبين الافريكان وبين الاسلامي وبين الوثني وبين المسيحي وبين القبطي، وما يكونش في سينما تحكي الحكايات دي كلها. فطبيعي لما حد يفتح الباب او يكون في امل لحكي الحكايات دي هتلاقي مخرجين كتير بيطلعوا بفاجئوك. يعني زي دلوقتي فيلم الست لسوزانا مرغني، الفيلم الاسبوع اللي فات ماخد جائزته 26 في 8 شهور. شوف هدي ماتوا بالمع عن كيفين، بالمع مثل الصرديل. الحياة في مصر صعبة اللي مش فاهم مصر. أنا فهمت مصر وفهمت تتعامل مع المصريين إزاي وإيه اللي صح وإيه اللي غلط والثقافة شكلها إيه. هو ما فيش اختلاف كبير جدا بين مصر والسودان من ناحية ثقافة، من ناحية أكل، من ناحية اللبس، من ناحية حياة عموما، من ناحية لطف في الشارع، ما فيش فرق كبير. بس في فرق بتلاقيه إنه أنا ممثلة مثلا وفي المجال ما فيش بنت سمراء، دي هتبقى مشكله لقدام، انه انا ما في دور لي. انا قاعده في بلد البيزك بتاعها لون دريكتو افتح مني. لسه بحس نفسي مسؤول عن كل الممثلين اللي كانوا معايا في الفيلم لحد النهارده. طب ما انت رميتهم في تجربه وفي نجاح وفي ريد كاربتس، وبعد كده ما مش قادر اشوفهم لان ما فيش سينما في السودان.
فهتشتغلوا فين؟ فبحس نفسي دايما الايجنت بتاعهم طول الوقت يعني. حتى اللي بيروحوا الايجنت تاني بقول للايجنت اللي معاهم بصوا انا لسه لابسهم يعني. بس انا مبسوط بده ومبسوط كل ما الاقيهم بياخدوا ادوار جديده او بينطلقوا لحاجه جديده، خصوصا في مصر لان مفيش حاجه في السودان تتعامل ليها علاقه بالسينما سوفار يعني. فانا مبسوط بالخطوات دي جدا، وحاسس انه ده اللي يستحقوه لانه هم موهوبين. لولا بس زي ما قلنا الاندستري في البلد اللي هم منها للاسف ما فيهاش كل ده. احنا يعني الفيلم ما اشتغلناش تعالوا نعمل بروفات 3 شهور ويلا تصوير. انا سحلتهم معايا سنتين شغل، فاتكونت علاقه فاميلي كده يعني. ما بقاش ينفع بعد ما يخلص الفيلم نقول خلاص، بس اكيد دلوقتي كل واحد في سكته، وانا كمان هفتح مشاريع جديده وعاوز اشتغل مع ممثلين مختلفين معاهم تاني او مع غيرهم، بحضر الحاجات في مصر فيعني اكيد في حاجات مختلفه. هو ايه، انت بادي دخلت بفيلم تقيل فاهمه، ففضلت وفي السودان مفيش صناعه يعني الحاجه دي فين وفين عبال ما تيجي فاهمه. فدلوقتي بتتعرض علي حاجات اللي هي لا انا مش عايز ده، انا عايز حاجه تخليني في نفس المستوى وتطورني اكتر. المعلومات عندنا مش كامله فيما في بيحصل في الفيلم اندستري في افريقيا عموما. مثلا نيجيريا فور اكزامبل، نيجيريا بتنتج ثالث اكبر انتاجات في العالم، اللي هم عندهم سينما نوليود بعد هوليود وبوليود. نوليود في جنوب افريقيا مثلا الكواليتي بتاع الانتاج هو كواليتي هوليود ستاندرد يعني. حتى لو رجعنا نشوف اغلب الافلام الانتاجات استديوهات هوليود او نتفليكس او غيره اللي بتكون مواضيع ريليتد لافريكا دائما بتتصور في ساوث افريكا، فبرضه في اندستري عاليه. كينيا نفس الحكايه، مثلا كوتوفوار فور اكزامبل برضه بينتجوا بشكل كبير يعني، لان دي ويست افريكا هم ريليتد اقرب للجزء الفرنسي في اوروبا، فدائما بنلقى انهم هم دائما عندهم دعم بيجي من فرنسا او غيره فبينتجوا دائما يعني. فهي لا، هي الموفمنت تحت الفيلم اندستري في افريكا لا هي جوين اون دائما يعني، عمرها ما وقفت يعني. نحن هي دائما في مشكلتين عندها علاقه بالسينما، المشكله الاولى عندها علاقه باللغه والمشكله الثانيه عندها علاقه بالترجمه. فدائما نحن ما بنهتم بلغات ثانيه وما بنهتم انه نحن نترجم لاودينس ثانيين. يعني الافلام بالسواحيلي لو كانت بتترجم بالعربي كان ممكن نشوفها في الدول العربيه، ونفس الحكايه الافلام العربيه لو كنا بنشوفها بتترجم بالسواحيلي كان ممكن نشوفها في اغلب البلدان الافريقيه.